ماذا يستفيد الموساد من تجنيد عامل حلويات ومدرب رياضي؟ في هذه الحلقة من سلسلة الاستخبارات الإسرائيلية تغزو لبنان، تعرض المحطة تفاصيل التحقيقات مع اثنين من الموقوفين الذين ضبطهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مطلع العام 2022. عامل في تصنيع الحلويات ومدرب رياضي أوقع بهما تجاوبهما مع الاستخبارات الإسرائيلية، فانتهى بهما الأمر موقوفين لدى القضاء العسكري. التحقيقات مع هذين الموقوفين تكشف عن أمرين بالغي الأهمية يتعلقان بعمل الاستخبارات الإسرائيلية في لبنان. الأول، مرونتها في تشغيل عملائها القادرين على العمل في مناطق ذات أهمية قصوى لها كالضاحية الجنوبية لبيروت، فالمشغل حريص على تبديد مخاوف عميله وإيجاد مهمات جديدة تتيح له العمل من دون تعريضه للخطر. الثاني، استفادتها من عملاء خارج النطاق الجغرافي المباشر المعتاد لعملها من خلال تكليفهم بمهمات محددة ومحصورة كشراء شرائح هاتف خلوي لبنانية وتفعيلها وإرسالها إلى خارج لبنان. لم يكن اللبناني حسين عين ليتوقع أن وظيفته في صنع الحلويات ستضعه على درب التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. القصة بدأت عندما أراد حسين، وهو مواليد بيروت عام 1994، أن يبحث عن فرصة عمل جديدة خارج لبنان. أثناء تصفحه موقع فيسبوك شاهد إعلاناً يطلب معلم حلويات للعمل في قطر. تقدم للوظيفة وحاول التواصل مع رقم الهاتف المرفق بالإعلان عبر تطبيق واتساب. بعث بصور حلويات كان قد صنعها. حصل ذلك قبل 7 أشهر من توقيفه. بعد مرور شهرين جاءه الرد كتابة من الرقم نفسه، تحدث إليه شخص زعم أنه يدعى بلال. قال له إنه مقيم في إسبانيا ولديه عملاً خاصاً في مجال الصحافة في لبنان، وإنه يرغب بتوظيفه وسيدفع له مقابل أتعابه بالدولار الأمريكي. هكذا بدأ حسين الذي يقيم في منطقة الخندق الغميق في بيروت رحلة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية من دون أن يعلم، قبل أن تراوده الشكوك لاحقاً نتيجة طبيعة المهمات التي كان يتلقاها من مشغله، غير أن شكوكه لم تردعه عن متابعة العمل. راح المشغل بلال يتواصل مع حسين دورياً ويطلب تصوير مواقع ومبان وشوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأبرزها مبنى في المشرفية يقع في طبقته الأرضية، محل شهير لبيع الحلويات ومطعم للوجبات السريعة، مقهى في شارع المجتبى في الضاحية، ثانوية الكوثر الواقعة في برج البراجنة، وسوبر ماركت في حارة حريك. كان بلال يزود حسين بخريطة تساعده للوصول إلى أهدافه، ويطلب منه أن يلتقط صور المباني المحددة من كافة الجهات، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو للشوارع. كان حسين ينفذ المطلوب منه متنقلاً على دراجة نارية، يدخل المناطق المحددة، يصور المباني في وضح النهار وتحت أعين المارة، ويقوم بإرسال الصور لمشغله عبر الواتساب، ومن ثم يعمد إلى مسح المحادثات. مطلع العام 2022 طلب بلال من حسين تصوير كراج لتصليح السيارات في برج البراجنة. رفض حسين تنفيذ المهمة وأعرب لمشغله عن خوفه من انكشاف أمره. وافق المشغل، وبكل مرونة أوجد لحسين مهمة أخرى. عرض عليه العمل بطريقة مغايرة، قال له إنه سيرسل عبر الواتساب اسم تطبيق لتحميله على هاتفه. يتيح التطبيق معرفة مستخدمي الهواتف المتصلة بكل موزع للإنترنت راوتر. أبلغ المشغل حسين بأن مهمته ستقتصر على الانتقال إلى مواقع ومبان في الضاحية الجنوبية لبيروت واستخدام التطبيق لمعرفة الهواتف المتصلة بالواي فاي راوتر وأسماء مستخدميها. حمل حسين التطبيق تماماً كما وجهه بلال، إلا أنه لم يستخدمه. قبل 40 يوماً من توقيف حسين، طلب بلال منه أن يشتري خط هاتف خلوي من دون استخدام بطاقة هويته وهاتفاً غير ذكي. فعل حسين ما أمره به مشغله. أخبر حسين زوجته بما جرى مع بلال، فنصحته بقطع العلاقة معه لكونه مشبوهاً
وغير مطمئنا. عندها أخبر حسين مشغله بأنه سيسافر إلى تركيا ولم يعد يجيب على رسائله، إلا أن حسين لم يبلغ أي جهاز أمني رسمي بما جرى بينه وبين بلال. في إفادته للمحققين يبرر حسين ذلك بالقول: اعتبرت الأمر انتهى عند هذا الحد. كان حسين يتقاضى مقابل كل مهمة ينفذها ما بين 100 دولار أمريكي و400 دولار. أثناء التحقيق معه لدى فرع المعلومات سئل لماذا قد يدفع شخص مبلغاً يزيد عن 100 دولار مقابل صور يمكنه الاستحصال عليها من وسائل التواصل الاجتماعي أو جوجل، فأجاب: أيقنت أنه يقوم بتجنيدي لصالح جهاز أمني إسرائيلي. هل قمت بحظر رقمه طالما أنك أردت قطع العلاقة؟ لم أفعل، أجاب حسين. ورداً على سؤال لماذا عدت وأذعنت لطلبه شراء هاتف غير ذكي مع شريحة، قال: فعلت ذلك طمعاً بالمال. موقوف آخر من العاملين في الشبكات التي فككها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي كان أكثر إقداماً تجاه مشغله من حسين. كان راغب باء يبادر إلى عرض خدمات يمكن أن يقدمها. راغب من مواليد تنورين عام 1993 ومقيم في جبيل ويعمل مدرباً رياضياً. بدأت رحلته بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية أواخر كانون الأول من العام 2019 عندما عرض على تطبيق OLX رقم هاتف والدته للبيع. بعد 10 أيام وردته رسالة نصية عبر تطبيق واتساب من رقم هاتف أجنبي من قبل شخص قال إنه روسي الجنسية ويدعى فلاديسلافا ويرغب بشراء الرقم المعروض للبيع. أخبره راغب أنه ما عاد يرغب ببيع الرقم بسبب رفض والدته هذا الأمر. تمت المراسلة باللغة الإنجليزية. عرض راغب على مكلمه بعد أن سجل رقمه على هاتفه باسم هنغاري مان لأنه يعيش في هنغاريا، عرض عليه تأمين أرقام هواتف لبنانية أخرى، فوافق طالباً منه تأمين شريحتي هاتف خلوي. تواصل راغب مع أحد معارفه في جبيل الذي يملك محلاً لبيع الخطوط الهاتفية بقصد شراء شرائح من دون بطاقة هوية. أثناء التحقيق معه صرح راغب: سعيت لشراء الخطين دون إبراز هويتي لعدم ربط اسمي بهذه الخطوط في حال استخدمت بطريقة غير شرعية. هذه الإفادة تشير إلى أن راغب يعي خطورة ما يفعل. اشترى راغب رقمين للأجنبي وقام بتعبئتهما لتصلح مدة صلاحيتهما 3 أشهر، إضافة إلى الاشتراك عبرهما بخدمة الإنترنت. حصل على مبلغ 770 دولاراً أمريكياً بدل المهمة التي قام بها، علماً أنه دفع ثمن شريحتي الهاتف أقل من 70 دولاراً. شعرت أنه مستعد لدفع أي مبلغ، لذا حاولت الاستفادة من ذلك قدر المستطاع، يقول راغب للمحققين. أرسل شريحتي الهاتف إلى هنغاريا عبر البريد وفقاً لتوجيهات الأجنبي، وحصل على 100 دولار أمريكي إضافية مقابل عملية الشحن. وفي اليوم التالي تلقى رسالة من المشغل بأنه استلم الشريحتين وشكره على مجهوده، فأجاب راغب بأنه جاهز لأي شيء يطلبه منه في المستقبل. شك راغب بأن الرجل الذي يتواصل معه يعمل لصالح العدو الإسرائيلي، ما عزز شكوكه في ذلك بحسب إفادته أنه لم يرغب بالتواصل معه صوتياً سواء عبر واتساب أو عبر الاتصالات الهاتفية. اقتصر التواصل على الرسائل المكتوبة، كما أنه كان يتجاهل بعض الأسئلة ويجيب في معظم الأحيان بعد فترة طويلة من تلقيه للرسائل. وفي مطلع الشهر السادس من العام 2020 تواصل معه المشغل الأجنبي من رقم هاتفي جديد، طلب منه شراء بطاقات تمديد صلاحية الشريحتين لمدة 3 أشهر لكل منهما. نفذ راغب المهمة وقبض ثمنها 130 دولاراً أمريكياً ليصل مجموع ما تقاضاه نحو 1000 دولار أمريكي. طلب المشغل من راغب شراء هاتف ذكي وإرساله إليه، إلا أن ذلك لم يتحقق لأن شركة الشحن رفضت ذلك.
رغم شكوكه لم يقدم الموقوف على إبلاغ أي جهة أمنية بما حصل إطلاقاً، إذ لا وجود لما هو مخالف للقانون في بيعه خطوطاً خلوية لشخص أجنبي بحسب قوله. ضبطت على هاتف راغب محادثة تتضمن تعارفاً عبر موقع إنستغرام جرت عام 2018 مع فتاة إسرائيلية تدعى إليزابيث. لم يتم التطرق في المحادثة لأي شأن أمني. بعدها انقطع التواصل مع الفتاة لنحو سنة وعشرة أشهر، حين سألها راغب إن كانت في دبي فأجابت بالنفي، فأردف بأنه يسألها لكونه موجوداً في دبي، ومن ثم طلب منها التواصل معه في حال زارت لبنان. انتهى التواصل معها عند هذا الحد. المهمات التي يطلبها المشغلون الإسرائيليون من المتعاملين معهم قد تبدو غير ذات قيمة أمنية كبيرة، لكن التدقيق في مجمل ملفات مكافحة التجسس يكشف بأن الاستخبارات الإسرائيلية تحتاج إلى تحديث دائم لبنك أهدافها في لبنان، كما إلى تفحص الإجراءات الأمنية لأعدائها. ولهذه الأسباب وغيرها تطلب صوراً وتسجيلات فيديو لشوارع ومبانٍ. كذلك تريد الاستخبارات الإسرائيلية إنشاء شبكات مقفلة للهواتف الخلوية لتستخدمها أثناء تنفيذ عمليات في لبنان.